إذا ننتقل الآن إلى مراسلنا وآخر التطورات، والبداية من السودان حيث تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش عقب إعلان الوساطة السعودية الأمريكية انهيار مفاوضات التهدئة التي كانت تحتضنها مدينة جدة. في غضون ذلك اتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم تنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات، وأهمها الانسحاب من الأحياء السكنية وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية. ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا وائل محمد الحسن. وائل، أهلا بك. ماذا يقول الميدان في أعقاب انهيار الهدنة؟ يقول الميدان سوني أن لا صوت يعلو فوق الرصاص. ما تزال الاشتباكات مستمرة منذ الصباح في عدد من محاور القتال في مدن العاصمة الثلاث. في الخرطوم جرت عمليات قصف لعدة مواقع لقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم وأيضا شرقي الخرطوم. في مدينة أم درمان تجري الآن اشتباكات في محيط سلاح المهندسين وفي عدد من الأحياء في وسط أم درمان، تحديدا أم درمان القديمة، أحياء العباسية والموردة وبانت وغيرها من الأحياء المتاخمة لسلاح المهندسين. أيضا هنالك اشتباكات في شمالي تحديدا في مناطق الثورات، أيضا هنالك اشتباكات عنيفة تجري بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري. أيضا هنالك اشتباكات في عدد من محاور القتال، اشتباكات مباشرة وأيضا قصف لعدد من المواقع المختلفة لقوات الدعم السريع. أيضا في أم درمان مرة أخرى هنالك أيضا قصف لعدد من المواقع جنوبي أم درمان، تحديدا معسكرات الدعم السريع التي توجد في هذه المنطقة. وبالتالي هذه الهدنة كسابقاتها من الهدن لم توقف صوت الرصاص ولا المدافع، ما تزال الاشتباكات هي سيدة الموقف مع انهيار التفاوض في مدينة جدة، حيث قال الجيش في بيان صدر له أنه علق مشاركته قبل انهيار هذه المفاوضات نتيجة لعدم التزام قوات الدعم السريع ببنود هذه الهدنة ممثلة في انتشارهم في الأحياء واستخدامهم للمدنيين كدروع بشرية وعدم خروجهم حتى الآن من المستشفيات ومن المواطنين. أيضا قال أنه يحث الوساطة الأمريكية السعودية على إلزام الطرف الآخر بهذه البنود للعودة من جديد للتفاوض. أما بالنسبة للنواحي الإنسانية سوني، حتى الآن ما تزال عمليات النزوح مستمرة من خلال المواطنين وأيضا عمليات النهب والسلب. جرت عمليات نهب واسعة لعدد من المستودعات والمخازن في وسط أم درمان وعملية حرق لعدد من المخازن بعد نهبها. للمزيد من التفاصيل وآخر مستجدات الأحداث في السودان نتابع التقرير التالي. رغم العقوبات الأمريكية طوار الحرب يستعر في السودان، اشتباكات متجددة بين طرفي الصراع في الخرطوم، ضربات جوية وقصف مدفعي يصل الليل بنهار العاصمة، يتردد صداها في أرجاء المدينة بعد أن فتكت بآخر هدنة. لا حديث اليوم عن اتفاق وقف إطلاق النار منذ انهيار الهدنة وفرض عقوبات على طرفي النزاع وتعليق مفاوضات جدة التي أريد منها أن تضع السودان على سكة السلام. وفي أول رد فعل لها على تعليق مسار جدة، أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان أنها فوجئت به، تقول إنها قدمت مقترحا إلى الوساطة السعودية الأمريكية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كان نصيبه التجاهل. تلقي الكرة في ساحة قوات الدعم السريع، ترهن العودة من جديد إلى مسار التفاوض بتنفيذ قوات الدعم متطلبات الهدنة. في الوقت ذاته تحث على مواصلة جهود الوساطة، ومع علو صوت السلاح على لغة الحوار فإن سكان الخرطوم ومناطق أخرى من السودان على موعد مع مزيد من المتاعب، تدهور في الوضع الإنساني ونزوح جماعي وضحايا لا ناقة لهم ولا جمل في حرب باغتتهم بعد أن ساد شعور بأن العملية السياسية في السودان كانت قاب قوسين أو أدنى
من الخروج من نفق الانقسام. انعدام الثقة سوريا أصبح هو المسيطر لدى المواطن هنا في ولاية الخرطوم بالتزام أي من الطرفين بالهدنة أو بوقف إطلاق الرصاص، وبالتالي هي مزيد من المعاناة بالنسبة للمواطن وعدم إيصال المساعدات الإنسانية والطبية أو حتى السماح له بممارسة حياته الطبيعية حتى ولو بنسبة 10% للخروج لشراء حاجياته اليومية. وبالتالي كلما زادت زخات الرصاص كلما زادت معاناة المواطن هنا في الخرطوم. شكرا لك وائل محمد الحسن، كنت معنا من الخرطوم.